نور رح نروح على محطتنا التالية. يمكن كتار مننا ونحن بالذات يمكن هذا الجيل اللي لسه كان وهو صغير متعود على أنه يسمع الحكاية قبل النوم من أهله، يعني من أمه أو من أبوه أو من أخواته، فظلت بذاكرتنا بشكل عام القصة الحكاية القراية الكتاب يمكن له تفاصيل مختلفة عن هذا الجيل اللي تعود شوي أكثر على الشيء الإلكتروني أو الشيء خليني أقول المسموع أو المرئي أكثر من الشيء المحكي من الأهل. طبعا القراءة هي جزء كبير من ثقافة الشخص اللي بتتنمى معه من الصغر حتى الكبر. رح نحكي أكثر بهذا الموضوع لليوم مع الأستاذة سلام عيد، مترجمة ومهتمة بأدب الأطفال. رح نحكي كيف بتتحول القصة والرواية وطبعا القصص المترجمة حتى لذاكرة بالأطفال، وكيف فينا نرجع من جديد نقوي هي الموهبة عند أطفالنا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، شكرا لاستضافتكم. يسعد صباحك. يمكن مثل ما قالت سلمى ببداية حديثها سابقا، الجيل القديم كنا كثير من تفاصيل القصص بعدها معلقة بذاكرتنا، كانت مرتبطة بحياتنا البسيطة والحلوة، كيف كانت الأم تحكي لنا هي القصص. بتذكر أنا لما كنت صغيرة في حدا جاب لي هدية قصة حطيتها تحت المخدة ونمت من قد ماني مبسوطة فيها. كانت الكتب والدفاتر والقصص تعني لنا بشكل كتير كبير. اليوم مع تطور التكنولوجيا للأسف اللي اكتسحت العالم وحياتنا اليومية وغرف النوم حتى، كيف هي الأم ترجع هاي التفاصيل مع أطفالها لحتى تقدر تحكي لهم قصة قبل النوم، تنمي أفكارهم خيالهم ابتعادا عن التكنولوجيا الموبايل والفار يمكن متناول أي طفل بيده؟ طبعا هي قضية تربية الطفل بشكل عام هو خيار أسروي، يعني الأسرة كل أسرة، نحن ما فيكي تفرضي أنت بمجتمع ما أو باتجاه ما أنه أنا أفرض هذا النوع من التربية، هو قرار الزوج والزوجة، قرار الأسرة أنه كيف بدها تنشئ الطفل. أنا بعتبر أنه مرحلة الطفولة هي مثل الخزان، خزان الوعي الأول، خزان العقل الأول. يعني إذا بناخذ تشبيه معاصر مثل الكمبيوتر، أنا عم بستلم كمبيوتر، هو الطفل في برمجيات أساسية طبعا حتى يشتغل، هي العقل، هي ما فيني أدخل بأكثر من هيك تفاصيل، أنا ماني مختصة، بس أنا عندي عقل الطفل في حد معين من الذكاء طبعا بمناسب مختلفة. أنا عم بستلم هذا الطفل عند الولادة، شو بدي البرامج اللي حمله بذهنه براسه. للأسف صرنا بدنا نضطر نشبه الطفل أو هذا بالكمبيوتر، لأنه نحن بلشنا هلأ مثل ما تفضلت أنه عكسنا الموضوع، صارت الآلة هي الأساس، صارت الأجهزة هي الأساس، بعدين الإنسان تراجع إلى المرحلة الأولى. لحتى أدخل بتعريف عصري، أنا بعتبر أنه الطفولة خزان الوعي الأول، بتتراكم فيه المشاعر، العواطف، الأفكار، المبادئ، انت شو بتحبي تعطي لهالطفل، شو بتحبي تغرسي فيه، عندك مساحة خالية الى حد كبير. نعم. طبعا ما بعرف اذا في جيني شيء جين مورثاتي بالتناقل من جيل الى جيل، في بعض الابحاث بتقول انه في مورثات تنتقل. اذا هو خيار اسروي، انا الام بقى شو بتقرر او الاب العائلة شو بتقرر شو هي بتكون. يعني انا ما فيني انا اعطيكي شيء انقل لك شيء انا شيء ما بحبه. صحيح. رح تحسيني انه انا مصطنعة، مو الموبايل طول النهار مثلا اقول له لا تمسكه، انه ايه انا الام ماسكه طول الوقت وعم تهدس بالموبايل وبعدين بالاخير ليش ما عم تمسك كتابك. هي قضيه عمليه انه انا بده يشوف قدامه، هو اول اطلاع على العالم للطفل هو من خلال اسرته، بده يقلد بالاول. هذا التقليد بده يكون فعلا، انا مؤمنه انه الكتاب، انه هذا النص المقروء ورقيا شيء اساسي بحياه الطفل الكائن اللي انا عم نشئه. بدي احط له جهز له اياه قدامه لحتى يتعرف عليه. يعني ما فيني احطه بغابه بعدين اقول له ليش ما عرفت كيف مثلا تستخدم الجهاز الفلاني او تمسك الشيء. انا شو بجهز له مثل الديكور، مثل ما بيختار السرير، مثل ما بيختار اللعب، لازم انا اختار الكتب للطفل. نعم. ليشاهدها اول مع مشاهداته الاولى. نعم. أستاذة سلام، يعني مثل ما حكينا الكتاب أو القصة هي جزء كتير كبير من خليني أقول الذاكرة اللي تنطبع بيها ببال الطفل، لهيك اختيار هاي الذاكرة بيكون عبء ملقى على الأهل عموما. اليوم أنا بقول إنه الشيء الملون، الشيء اللي فيه صور، الشيء اللي فيه تفاعل، يمكن يكون وسيلة أقرب لحتى أنا أجذبه أكثر من الشيء سابقا. خلينا نحكي عن العوامل اللي لازم تتبعها اليوم الأم لحتى تختار شيء ممكن يوصل بسهولة للأطفال. هلا أنت بسؤالك هيك
السؤال يعني يظهر انه بسيط، لكن انت تشعبتي كثير. قلتي لي شو بتختار الام، كانك حملتي المسؤوليه للام. في جزء منها اكيد خيار الام، انا شو بنقي للطفل، خصوصا الاعمار الصغيره. بس كمان بالمقابل الام ما فيها تختار شيء ما له موجود، يعني كمان هي في شيء انا بده يكون في 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 عمل مؤسساتي، عمل كبير عم يكون ورا هذا العمل، لانه انا بدي انا اختار بس ما عندي خيارات، نازله على السوق بس ما عندي. يعني مع انا بلقي المسؤولية على عاتق الام، وقت يكون عندي خيارات منوعة طبعا بتصير مسؤولية وعي، ومسؤولية هي شو ثقافتها او الاهل الاسرة انه انا شو نوع التنشئة اللي بدي انشئ الطفل عليها. خلينا هون بقى نحكي، ما فيكي تحكي على عمل الاسرة لحاله بدون ما يكون في عمل مؤسساتي ثقافي يدعم هذا الخيار، انه انا وفر لك الخيارات لحتى انت تنتقي منها. بده يكون في تنسيق، بده يكون في متابعة على هذا الموضوع، بده يكون في تشجيع على النشر، على الطباعة. كلها هلا قضايا صارت تدخل، بيقول لك الورق غالي، صار بيدخل لك اكثر من شجن واكثر من وجع صار موجود بالنسبه لقضيه قصص الاطفال. بس نحن مبسطه اكثر اليوم، يعني كيف الام فيها تجذب بعيدا عن هي المشاكل، الطفل بعيدا عنا يعني صغير ما بيعرف مشاكل الازمه، بس يكبر شوي شوي بعيدا عنها، انا كيف بدي اجذب طفلي للكتاب بطريقه سلسه، بطريقه ما تكون عم مفرض عليه شيء انا بحبه، لا مثل ما قلتي يمكن هي بدايه الانتباه، مثلا لما احط المكتبه قدامه، لما امسك انا كتاب هو بيصير يقلد، الولد الصغير من عمر السنه هو عباره عن اسفنجه بيمتص كل افعاله من اللي حواليه، فهو يمكن تصرفات بعد تصرفات بيقلتها من ابوه بيقلتها من امه، انا كيف فيني العب على هي القصص بحيث هيك خليه فعلا يحب القصص ولا تمام. هلا اللي شاف وجهك كنت عم تحكي بجدية، وقت وصلتي الحب ابتسمتي، هي الابتسامة قضية انا كيف بلقي، كيف بروي الحكاية للطفل، بدي يكون انا مستمتعة فيها، بدي يكون انا عطيتها الحضور وعطيتها الزخم المفروض. يعني طفل عم تحكي له قصة هيك وانت شارتي مثل الوظيفة يلا بدي اروح، انا خلصني ما ممكن ينجذب، بدها تكون الام هي عم تلعب اكثر من دور، او الراوي، ما بدي اقول بس الام، ممكن تكون جده، ممكن الاب، ممكن الاخ، بده يتقمص دور الراوي، بده يتقمص الشخصيات، لانه اذا عم بسرد له سرد عادي رح يكون ممل، بالعكس رح يكون منفر، ما رح يكون جاذب. بالاضافه اذا افترضنا انه وجدنا الكتاب الجيد او القصه الجيده، بتصفى طريقه التقديم، يعني عندك اكثر من مسرحيه بالعالم حسب المخرج. ممكن تطلعي مسرحيه نفسها لشكسبير تطلعي شو هالاداء السيء، ممكن مخرج المعي يخرج لك مسرحيه عاديه بشكل يعطيها اكبر من مضمونها. هون بيصير في عامل، هي قضيه الام او الشخص الراوي، قضيه اقتناعه بهالمهمه اللي عم يعمل فيها لحتى يقدمها بافضل شكل للطفل ويجذبه فيها. نعم أستاذة سلام، كمان يعني عدد كبير من الروايات أو القصص اللي كانت متواجدة بين أيدينا لفترة طويلة من الزمن والمترجمة ممكن تختلف عن عاداتنا أو تقاليدنا، فبعض الأهل مثلا بيقولوا أنه هاي الروايات ما كتير بتشبهنا لحتى أنا أقراها، خليها ليكبر ليصير أوعى لحتى يقدر يستوعب اختلاف المجتمعات و ولكن اليوم حتى من هي الزاوية نفسها أنا كيف بقدر اختار رواية مترجمة تكون مناسبة؟ السؤال نفسه عم يرجع، أنا لأنه بأحد المعارض للأسف فوجئت أنا بنوعية الكتب، بتحسي في يعني تخيلت حالي أنا أم هلا انا بفتره انا من الاطفال اللي بيعتبر كنت بطفولتي من الاطفال المميزين. كان والدي ميخائيل عيد كان هو مهتم بادب الاطفال، كان مترجم لادب الاطفال، غير انه بطفولته والدته اللي كانت لا تعرف قراءه او كتابه كانت تروي له، كانت مخزن كامل مجمع قصص الشعوب ورواياتها وحكاياتها. هذا الشيء اللي حببه بالقراءه، حببه بالاطلاع على قصص الشعوب. بالنسبة لقصص الشعوب لسؤالنا، أنا هون السؤال عندي أنا شو المطروح عندي؟ يعني أنت يا أما بدك تضطري يا عندك تأليف محلي، عندك قاصين للأطفال جيدين على مستوى جيد أنت فعلا خرجت نشئ الطفل عليهم، أو بدك تضطري تجيب المترجم. نحن جيلنا بهديك الفترة، أنا بعد بحكي عن نفسي من 40 سنة، أنتوا أصغر من 40 سنة مثلا أو أكثر، وقت كنت بمرحلة الطفولة كنا
هاي الكتب المتوفره، يا اما انت عندك قصص الشعوب او حتى قصص نحن شو يعني مثلا ابو زيد الهلالي بالنسبه عم بحكي للاطفال بشكل عام بسوريا. انا والدي كان حاله خاصه، كان مطلع على اداب الشعوب، كان يحكي لنا هاي القصص كيف يختار شو بده يحكي، بينما انا بدي اشوف شو اللي ترجم بهذيك الفتره واللي ربينا عليه واللي تحول لافلام بالتلفزيون. هاي قضية انه انت الثقافة الاقوى هي اللي بتفرض نفسها. صحيح، حتى محاكاة الطفل كمان فيها مسؤولية، يعني ادب الاطفال ادب فيه نوع من المسؤولية ونوع من المتابعة، لما اقدر انا انزل لفكر الطفل وخياله وبدي خاطبه، حتى المفردات والقصص يجب انتقائها يعني بطريقة كتير دقيقة. هون انا كيف فيني مثلا اعرف انه مثلا هي القصص مثلا بلش من عمر السنتين، نحن بنعرف انه الطفل بينجذب للالوان قبل ما يعرف شو هو المضمون، كيف فيني انا احبب الطفل؟ لانه هلا عم نشوف القراءه قليل جدا، ما عاد صارت يعني، نحن اذا بدنا نحسب حسب اخر الدراسات العالميه ما عندنا اطفال عم يقروا بنسبه كثير كبيره. انا كيف بدي العب على هاي التفصيل من عمر السنتين مثلا، خليه يمسك يعرف قبل ما يعرف شو يحب، يمسك الكتاب، يحب يقرا، يحب يقعد مثلا. في كثير من الناس بعرفهم بيعملوا مثلا ساعه حوار، بيقروا نفس الروايه، بتلاقي الاب والام والاولاد بيقروها، كل واحد بيعطي رايه فيها، كيف شافها، كيف اراها. هلا دائما عم نرجع لقضيه الاسلوب ولقضيه الاتباع، هي قضيه خيار اسري، قضيه ثقافه الاهل، قضيه ثقافه المربي. لا، كيف بدي حببه؟ كيف بدي حببه؟ هو صغير يعني، هلا ما اعطيتيني مثلا تفاصيل، مثلا انا بدي بلش قواعد اساسيه، عندي طفل صغير عمره سنتين، بلش معه شوي شوي بعيدا عن التكنولوجيا، هي فعلا اخذه كل تفاصيل حياتك بكل غرفه بالبيت بكل تفاصيلك اليوميه. هلا في اهل بتشوفين يعني قبل ما يولد الطفل جابوا له الدباديب وجابوا اللعب وجابوا وكوموها بغرفه مثلا، هن اشبعوا يمكن رغبتهم للالعاب او شيء بهالطريقه حطوها. انا من الاساس التماس الاول، امتى انا بقرر انه يكون التماس الاول للطفل مع الكتاب؟ تمام. ممكن يكون قبل السنتين، هلا بجوز السنتين تقولي تاخر في بعض انه انا اخرته، ملامسه الورق، انا بدل ما احط له بالاضافه للالعاب الدبدوب والبطه ودشو، انا بحط له الورق، بحط له لفت الالوان، بدك انت تلفتي انتباهه، بدك انت تقعدي معه تحسسيه انه هذا نوع للتسليه، بده في وقت بده ينصرف مع هذا الطفل لحتى يقعد هو يلفت، لان حتى اشرح له انه هذا اول اتصال له اولا مع عالم الكتاب ومع عالم الالوان، اكيد ما عم يشوف الحيوانات مثلا، في رسم فيل ما هو موجود فيل بالطبيعه، ما بينزل على الشارع بيشوفه، انا بدي اقعد اعرفه عليه، بدي اقعد بده يكون في صبر كثير تربيه الطفل. صح، بدها انه شوف اللون حاكي، علمه يحكي، علمه يقرا حسب المرحله، لانه ما فيني انا اعمل الطفوله كلها بمرحله واحده، بدك تبلشي بدايات، ممكن بعدين كل طفل ممكن يجذب نظره شيء. صح، ممكن اطفال قد ما حاولتي تعملي معه ما بيلتفت نظره، لكل طفل له حاله خاصه، بس على الاغلب قد كل ما بكرنا بتماس الطفل مع الكتاب. يعني أنا بذكر كان في كتاب مطبوع بدار التقدم من أجمل كتب الأطفال على الإطلاق اللي شفتها بحياتي، كان والدي مصمم أنه بكل بيت من أقربائنا من المحيط اللي حوالينا أنه لازم يكون إن شقة نتلفة يرجع يجيب النسخة. فعلا بس الوقت عم بتذكر أنه هذا الكتاب قديش قيم، وقت فتت أنا عن وعي بقى إلى عالم الطفل وصرت أنا أنتقي قصص، شيء رائع. نعم. هي الكتب قد ايه موجوده، قد ايه الام قدرانه يتصرف، هي قضيه عرض وطلب بقى. نعم، يعني اليوم اعطيتينا معلومات مهمه، بنتمنى يكون كل الامهات اللي عندهم اطفال عم بيتابعوها وكل المهتمين بادب الاطفال يكونوا استفادوا من نصائحك. شكرا لوجودك معنا واهلا وسهلا. شكرا لكم. شكرا لك استاذه سلام عيد. شكراً. على وجودك معنا، شكرا كثير.